بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله على غير العادة سنتكلم عن الجانب التقني في التدريس، ونخص بالذكر استعمال الوسيلة التعليمية واختيارها بعناية واستعمالها بطريقة سليمة مفيدة مشوقة مثيرة غير معيقة لعملية التدريس. وسنخص وسيلة معينة في التدريس التي صارت من الوسائل الضرورية، وخاصة هي من المفروض لكل المواد التعليمية، ولكن على وجه الخصوص لمادة العلوم الفيزيائية. وهذه الوسيلة تجعل الأستاذ يعمل بأريحية، يتحكم في وقته، يستغل كل المصادر والوسائل التعليمية. ولا شك أن هذه الوسيلة يعني قد تعرفتم عليها والتي نقصدها، وهي جهاز العرض الداتا شو، وفي نفس الوقت جهاز الحاسوب أو الكمبيوتر. إذن فهاتان الوسيلتان ضروريتان ولا غنى لنا عنهما في هذا الجيل وفي هذه البرامج الحديثة. إذا نتكلم باختصار عن جهاز العرض، إذا هو جهاز رقمي يتماشى مع أو يتعامل مع الحاسوب، الذي يهمنا فيه لن نتطرق إلى كل التفاصيل بقدر ما يهمنا كيفية استعمال وتوصيل مع الحاسوب. ورأينا هذا لأن الكثير من الأساتذة وخاصة العنصر النسوي لا يحبذنا التعامل مع هذا الجهاز ويتفادينه كثيرا. إذا قلنا فالجهاز كما ترون جهاز عادي، له مربطين يعني حبلي توصيل. الحبل الأول هو حبل التغذية يعني كابل التغذية كما نلاحظ، هذا حبل التغذية الذي في الأسفل، نوصله بالشبكة بشبكة التغذية يعني بالمأخذ مباشرة. إذا قلنا هذا هو حبل التغذية الكهربائية أو موصل التغذية الكهربائية، كما نلاحظ نوصله بالمأخذ. يتبقى لنا كابل الربط، وهذا من النوع VGA، هذا يتم ربطه بالحاسوب بجهاز الكمبيوتر، يعني هذا كل ما في الأمر. والجهاز لا يتطلب تثبيتا، يعني لا يحتاج إلى برنامج أو إلى قرص لتثبيته في الحاسوب لكي يقوم بقراءته فيقرأ، فهو يقرأه مباشرة مثل ما يقرأ فلاش ديسك ولا أو ما شابه ذلك. إذن فالآن نوصل، لاحظ هنا نوصل الجهاز مع الحاسوب، لاحظ أنه يقوم بالتشغيل التلقائي. ثم بعد ذلك كل ما في الأمر، لدينا زر تشغيل باور هنا، سيشتغل الجهاز. راح يعني المصباح الإشعار الذي كان لونه أحمر صار لونه أزرق، يعني بمعنى هنا أن الجهاز قيد التشغيل. ثم نذهب إلى العرض التقديمي، يعني هنا كل ما في الأمر سنستعمل العروض التقديمية.
اختار العرض التقديمي الذي نريده أو الدرس الذي نريده. مثلا نحن لدينا هذا الموضوع الذي هو استعمال الوسيلة التعليمية. إذن لنلاحظ، ها هو الجهاز يعرض علينا الصورة للمحتوى الذي على الكمبيوتر، ويمكن أن نستعمل فيديوهات أو صور أو أي شيء نريده، عرض لبرنامج الإكسال إلى آخره. المهم يسهل لنا عملية التدريس، لكن لا يتحول هذا الجهاز إلى جهاز عرض سينمائي يقوم بعمل الأستاذ. يعني أكيد هذا لا يخدم العملية التعليمية التعلمية. لاحظ أننا سنستعمل صبورتنا للكتابة، سنستعمل وسائل التجريب كما نلاحظ في أعلى صبورة. يعني هذه كلها وسائل ضرورية لا بد أن نحسن استعمالها. يعني حتى الصبورة هي وسيلة تعليمية ينبغي أن تكون مستعملة بشكل جيد وصحيح. إذن بهذا نخدم العملية التعليمية التعلمية، ونحاول أن نجعل درسنا يكون درسا ناجحا لكل المقاييس. والنجاح هذا والعمل يبقى هو عمل نسبي، يختلف من حصة لأخرى ومن أستاذ لآخر ومن درس لآخر إلى آخر. إذن هذا الذي أردنا أن نشير إليه بالنسبة للوسيلة التعليمية. إذن فينبغي أن نوفر كل ما يمكن توفيره، حتى ولو كانت وسيلة بدائية أو وسيلة تقليدية، فقط نحسن استغلالها واستعمالها. إذن هنا أردنا فقط أن نبين للزملاء الكرام ولأبنائنا التلاميذ، نلاحظ مثلا ما أهمية هذا العمل. يعني لاحظ أنك ستستعمل مثلا فاتورة الكهرباء والغاز، يعني ستجد نفسك مضطرا إما لإحضار كل المطبوعات للتلاميذ، وإما تقوم بالكتابة، وهذا ما يلحقك في عملك داخل الحصة ويربكك ويكون على حساب الزمن. إذن هذا بالنسبة لاستعمال هذه الوسيلة التعليمية. لاحظ، يعني هكذا نحضر عملا مثلا قبل دخول الحصة في المؤسسة أو في البيت، ونحضره لنقدمه في أحسن حال وفي ظروف جيدة. إذن هذا بالنسبة لأهمية الوسيلة التعليمية. يعني ربما كذلك تفيدنا في أمر آخر، مثلا عندما نحضر وضعية انطلاق أو وضعية جزئية، فلماذا نضيع الوقت في كتابتها على السبورة أو في إملائها على التلاميذ أو كذا؟ يعني مباشرة نقوم بعرضها بجهاز العرض، في المقابل تكون المطبوعات لهذه الوسيلة لهذه الوضعية الجزئية أو وضعية الانطلاق أو وضعية إدماج أو تقويمية إلى آخره، أن تكون منسوخة وتسلم إلى نسخ منها إلى التلاميذ، ونحن نقوم بالعملية الموازية بعرض هذا الوضعية أمام التلاميذ بجهاز العرض كما هو معنا الآن، كما العمل الذي نقوم به. إذن فهذه مجرد أمثلة فقط لاستخدام الوسيلة التعليمية، ما علينا إلا أن نحسن استغلالها ونستعملها في الوقت المناسب، ولا تكون عائقا إما لا نحضرها تماما أو نحضرها دون استعمال، يعني نضعها فوق المكتب أو فوق الطاولة ولا نستعملها إطلاقا أو نستعملها بشكل خاطئ. إذن هذا بالنسبة لأهمية الوسيلة التعليمية، فقط نرجو أن نكون قد استفدنا من هذا التوجيه أو هذه اللفتة أو هذه الالتفاتة إلى
استعمال الوسيلة التعليمية وأهميتها. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله.